كما اجتمع رئيس الوزراء بهيم باتاكي البيرا صباح اليوم بوزير المالية والميزانية ودعا خلال الاجتماع جميع مسؤولي الجمارك الحفاظ من أجل والعمل بإخلاص وجدية وذلك طبقا لقانون البلاد. المزيد في تقرير حسن درموت. في إطار الخروج من الأزمة المالية في بلادنا اجتمع رئيس الوزراء فهيم فتاكي البير مع وزير المالية والميزانية وكل مسؤولي الجمارك، ويدخل الاجتماع في إطار دعوة كافة مسؤولي الجمارك إلى العمل بعناية لتحقيق الإيرادات الجمركية. رئيس الوزراء طالبهم الالتزام بتنفيذ قوانين الدولة، هذا كما حذرهم رئيس الوزراء من ارتكاب الأخطاء، موضحا أنه هناك دول أخرى مشابهة لتشاد ولكن تحقيق الإيرادات أعلى. وأخبى الاجتماع أمينة الدولة في المالية والميزانية بنات تشالي سو تحدثت عن أهمية هذا الاجتماع. اجتماع اليوم بفجر ده ما مسؤولين هنا الدوان ده اللي بخلينا كنا وصم شيء كله كده تشاجين وتشاجيات يعرفوا كدر مشكلة الشيء في الدوان الكلام الموبيليزاسيون انا رسيت ده. هذا خلانا اليوم اجتماع ده اوتور دو بام اللي يخليهم ينتو وسي اشياء دونك لما انا ايام شغل قاسي ما في والسينام وهي هنا يا قدام ده يا تقول بشيل مسؤوليته. مما لا شك فيه ان هذا الاجتماع سيسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإيرادات الجمركية من أجل أن تتمكن تشاد من مواجهة التحديات الاقتصادية.